بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. الموضوع موضوع مهم جدا، وهو كما سمعتم وكما أعلن عنه منهج السلف الصالح وحاجة الأمة إليه. والمراد بالسلف الصالح القرن الأول من هذه الأمة، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. قال الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك هو الفوز العظيم. قال سبحانه: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذه في المهاجرين. ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم قال في الذين يأتون من بعدهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ثم من جاء بعدهم وتتلمذ عليهم من التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث. وعصرهم يسمى ويمتاز على من بعدهم، يسمى عصر القرون المفضلة. هؤلاء هم سلف هذه الأمة الذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهم القدوة لهذه الأمة، ومنهجهم هو الطريق الذي يسيرون عليه في عقيدتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم وفي جميع شؤونهم، وهو المنهج المأخوذ من الكتاب والسنة.
لقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، قربهم من عصر التنزيل وأخذهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم خير القرون ومنهجهم خير المناهج. ولذلك يحرص المسلمون على معرفة منهجهم ليأخذوا به، لأنه لا يمكن السير على منهجهم إلا بمعرفته وتعلمه والعمل به. ولهذا قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان. ولا يمكن اتباعهم بإحسان إلا بتعلم مذهبهم ومنهجهم وما يسيرون عليه. وأما مجرد الانتساب إلى السلف والسلفية من غير معرفة بها وبمنهجها فهذا لا يجدي شيئاً، بل قد يضر. لا بد من معرفة منهج السلف الصالح. ولهذا كانت هذه الأمة تتدارس منهج السلف الصالح ويتناقلونه جيلاً بعد جيل، فكان يدرس في المساجد، يدرس في المدارس وفي المعاهد والكليات والجامعات. فهذا هو منهج السلف الصالح، وهذه هي الطريقة لمعرفته، أننا نتعلم منهج السلف الصالح الصافي مأخوذ من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكثر الاختلاف في هذه الأمة، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا منهج السلف الصالح، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والذين اتبعوهم بإحسان. تشتد الحاجة إلى معرفة منهج السلف الصالح للتمسك به، لأنه طريق النجاة، كلها في النار إلا واحد، وهي الفرقة الناجية، وهم أهل السنة والجماعة، إلا واحدة، وهي التي إذا اختلف الناس وكثرت المذاهب وكثرت الطرائق والفرق والأحزاب هي التي تكون على منهج السلف الصالح، تتمسك به وتصبر عليه حتى تلقى ربها سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه في آخر حياته موعظة بليغة، وعظهم موعظة بليغة أثرت فيهم، بكت منها العيون. قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله
والسمع والطاعة. السمع والطاعة لمن؟ لولاة أمور المسلمين. والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، أن تسير على منهج السلف الصالح، لأنه طريق النجاة. وهذا كما في قوله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، تتقون النار وتتقون الضلال، وتخالفون الفرق الضالة، تسيرون على المنهج السليم حتى تلحقوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم بأصحابه وأتباعه. ومن يتمسك بهذا خصوصاً في آخر الزمان سيلقى تعباً من الناس والمخالفين، سيلقى تأنيباً وتهديداً، فيحتاج إلى صبر، سيلقى مغريات للصرف عن هذا الطريق، وتهديدات ترغيب وترهيب من الفرق الضالة والمناهج المنحرفة، يحتاج إلى صبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس، فلا يسلم من الضلال في الدنيا ولا يسلم من النار في الآخرة إلا من سلك هذا الطريق، منهج السلف الصالح، وهم الذين قال الله فيهم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ولهذا فرض الله علينا أن نقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة من صلواتنا فريضة أو نافلة، وفي آخرها هذا الدعاء العظيم: اهدنا الصراط المستقيم. الصراط المستقيم، لأن هناك طرق منحرفة خادعة، فأنت تسأل الله أن يجنبك هذه الطرق وأن يهديك الصراط، يعني أن يدلك على الصراط المستقيم ويثبتك عليه في كل ركعة، لأهمية هذا الدعاء. تأمل معناه:
الصراط المستقيم. ومن هم الذين يسيرون على هذا الصراط المستقيم؟ الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وإذا سألت الله أن يهديك هذا الصراط تسأل الله أن يجنبك الطرق الضالة والطرق المنحرفة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، غير المغضوب عليهم، الذين غضب الله عليهم. وهم اليهود الذين علموا الحق ولكنهم لم يعملوا به، وكل من سار على نهج اليهود من هذه الأمة، كل من عرف الحق ولم يعمل به فهو على طريق اليهود، على طريق المغضوب عليهم، لأنه عرف الحق ولم يعمل به، أخذ العلم وترك العمل. وكل عالم لا يعمل بعلمه فهو من المغضوب عليهم. ولا الضالين، وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال، يعبدون الله، تعبدون، تقربون إلى الله، لكنهم على غير طريق صحيح، على غير منهج سليم، على غير دليل من الكتاب والسنة، على بدعة، وكل بدعة ضلالة، كما عليه النصارى من سار على نهجهم من كل من يعبد الله على غير طريق صحيح ومنهج سليم فهو ضال، ضايع عن الطريق، وعمله باطل. هذا دعاء جامع نردده في كل ركعة من صلواتنا، فلنتأمل معناه وندعو به مع حضور قلب، مع حضور قلب وفهم لمعناه، حتى يستجاب لنا. يقال بعد الفاتحة آمين، اللهم، يعني وآمين معناها اللهم استجب، فهو دعاء عظيم لمن تأمله. وكما ذكرنا أن من يسير على منهج المنعم عليهم يبتلى ويضايق ويحقر ويضلل، ويهدد، يحتاج إلى صبر. لهذا جاء في الأحاديث أن المتمسك بدينه في آخر الزمان كالقابض على الجمر، قابض على الجمر، لأنه يلقى أذى، يلقى شراً من الناس، ويحتاج إلى صبر كالقابض على الجمر. ليس هذا مفروشاً بالورود كما يقولون، ليس هذا، فيه مشقة وفيه أذى من الناس، تحتاج إلى صبر وثبات على هذا حتى تلقى ربك عز وجل وأنت عليه، لتنجو من النار، تنجو من الضلال في الدنيا، تنجو من الضلال من النار في الآخرة. لا طريق إلا هذا، ولا نجاة إلا بسلوك هذا. الآن يخذلون عن منهج السلف
في الصحف والمجلات والمؤلفات، ويتنقصون أهل السنة والجماعة والسلفيين الحقيقيين، يتنقصونهم أنهم متشددون، أنهم تكفيريون، أنهم وأنهم، لكن هذا لا يضر، لكن يؤثر على الإنسان الذي ليس عنده صبر، قوة عزيمة، قد يؤثر عليه. فمنهم من يقول وش هم السلف؟ السلف إنما هم طائفة مثل سائر الطوائف، فرقة مثل سائر الفرق، حزب مثل سائر الأحزاب، ما لهم ميزة. هكذا يقول بعضهم، السلف ما لهم ميزة، إنما هم فرقة وطائفة مثل سائر الفرق والأحزاب. يريد من ذلك أن يفلت أيدينا من منهج السلف. ومنهم من يقول ما لسنا مكلفين بفقه السلف وعلم السلف، لسنا مكلفين، نشق طريقنا نحن، نستنبط من جديد، نستنبط الأحكام من جديد، نوجد لنا فقها جديدا. هذا فقه قديم، فقه السلف فقه قديم، ويقولون ما يصلح لهذا الزمان هو صالح لزمانه، زماننا غير، فيزهدون في فقه السلف ويدعون إلى فقه جديد. كثر هذا في الجرائد والمجلات من الكتاب وأهل الضلال، يريدون أن يفلتوا أيدينا من منهج السلف، لأننا إذا لم نعرف مذهب السلف وزهدنا به ولم ندرسه فإنه لا يكفي الانتساب إلى السلف من غير علم ومن غير بصيرة بمذهبه. هذا ما يريدونه منا، يريدون أن نترك مذهب السلف وفقه السلف وعلم السلف ونحدث فقها جديدا كما يقولون يصلح لهذا الزمان، مع أن هذا كذب، وشريعة الإسلام صالحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. فمنهج السلف صالح لكل زمان ومكان، نور من الله عز وجل، لا يزهدك فيه كلام هؤلاء المخذلين أو الضالين، لا يزهدك فيه. الإمام مالك رحمه الله يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. الذي أصلح أولها ما هو؟ هو الكتاب والسنة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، العمل بالقرآن والعمل بالسنة، هذا الذي أصلح أول الأمة. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فمن أراد النجاة فعليه بمعرفة مذهب السلف والتمسك به والدعوة إليه، فهو الطريق النجاة، هو سفينة نوح عليه السلام، من ركبها نجا، ومن تركها أو هو من تركها هلك وغرق في الضلال. فلا نجاة لنا إلا بمذهب السلف، ولا يمكن أن نعرف مذهب السلف إلا بالتعلم، تعلمه وتدريسه ودراسته، مع سؤال الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، ندعو الله أن يوفقنا له وأن يثبتنا عليه. لا بد من هذا، ليست المسألة مسألة دعاوى
والدعاوى إذا لم يقيموا عليها بينات أهلها أدعياء. ليست المسألة مسألة انتساب، والله جل وعلا يقول والذين اتبعوهم بإحسان، يعني بإتقان، ولن تتقن مذهب السلف إلا إذا عرفته تعلمته، ولن تتمسك به إلا إذا صبرت عليه، ولا تسمع للدعايات المضللة الصارفة عنه والمزهدة فيه. هذا هو الطريق الصحيح، طريق النجاة، كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما عليه أنا، على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. هذا منهج السلف، وهو طريق النجاة الموصل إلى الجنة، لا طريق غيره، كل الطرق غير ضالة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هو صراط الله، وغيره سبل مضللة، طرق منحرفة، على كل سبيل منها شيطان يدعو الناس إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم تخوف من هؤلاء الدعاة، دعاة الضلال، الذين يريدون أن يصرفوا الناس عن منهج السلف، وأخبر أنهم دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. فالحذر شديد من هؤلاء، وكل ما يتأخر الزمان تشتد الغربة وتكثر الفتن، فيحتاج المسلمون إلى عناية أكثر بمنهج السلف. من هؤلاء المضللين أن يقول الناس كلهم مسلمون، كلهم مسلمون، مسلمون، لكن على أي طريق؟ مسلمون على طريق الرسول وأصحابه، نعم، الرأس والعين، أو مسلمون بالاسم وهم على طرق منحرفة، على منهج فلان وعلان، فهم ضالون على طريق يؤدي إلى جهنم. ما هي المسألة انتساب للإسلام فقط، انتساب وحقيقة، ولا يمكن هذا إلا بالعلم النافع والعناية بالدراسة. ولذلك تجدون العلماء اهتموا بالعقيدة وأبوابها وفصولها ومسائلها، وألفوا فيها مطولات ومختصرات لدراسة مذهب السلف والعناية به للتمسك به والسير عليه. فالمسألة تحتاج إلى اهتمام، لا سيما مع استحكام الظلام والضلال، يحتاج المسلم إلى نور يسير به في ظلمات الضلالات والجهالات. اليوم يكثر من يتعالم ويدعي العلم والمعرفة وهو لم يتلقى العلم عن مصادره وعن أصوله، يتلقاه عن أمثاله أو من الكتب أو من الثقافة كما يقولون، وهذا ليس موصلاً إلى الخير ولا إلى الطريق الصحيح. لا بد من التعلم الصحيح لمنهج السلف لأجل التمسك به والسير عليه، لا بد من الصبر على ما ينالك في سبيله من اللوم والتحقير وغير ذلك. تسمعون الآن التحقير والتنديد بمن يتمسك في مذهب السلف، ويقولون هذا رجعي، هذا وهذا، لا يزهدك في الحق مثل هذه الترهات والأباطيل. تمسك بهذا المنهج السليم لأنه طريق النجاة. ولهذا قال عليكم بسنتي
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. إنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي. عند الاختلاف ما ينجي إلا التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين المهديين، هذا طريق النجاة، طريق السلامة، طريق الجنة. فلنعتني بمذهب السلف ولا يزهدنا فيه من يقلل من شأنه أو يصفه بالأوصاف الذميمة، لا يقلل من شأنه في نفوسنا بل يزيد هذا في نفوسنا، لأنهم ما حاربوه إلا لأنه طريق حق وهم يريدون الضلال، فاحذروا منهم يا عباد الله، ولا تكتفوا بمجرد الانتساب ولا تكتفوا بالتعالم بدون تعلم، تلقي للعلم عن العلماء المعروفين به والعلماء المستقيمين على الطريق الصحيح، تجنبوا هذه الطرق المنحرفة التي حذرنا الله منها، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبيل الله سبحانه وتعالى، صراط الله. فنحن بحاجة ماسة إلى هذا، خصوصاً مع اشتداد الفتن الآن وكثرة دعاة الضلال وكثرة الوسائل التي تنشر الشر بين الناس، وسائل شر دقيقة تصل إلى الناس في بيوتهم وعلى فرشهم، تدعو إلى الضلال، تدعو إلى الإباحية، تدعو إلى الشهوات المحرمة، تدعو إلى الأفكار المنحرفة. يسمون هذا بسعة الأفق، سعة الثقافة، ولا تبقى متحجراً ولا تبقى متشدداً. هذا لا يزهد المسلم في منهج السلف ومذهب السلف وعلم السلف. فطريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف. علم السلف صافي من الكتاب والسنة، وعلم الخلف فيه دخيل، فيه خلط كثير غير مصفى، أما علم السلف فهو مصفى. ولهذا تجدون كتب السلف كل ما تقادم تجدونه أصفى وأقل تكلفاً. ولهذا يقول العلامة ابن رجب رحمه الله في رسالته فضل علم السلف على علم الخلف، يقول: السلف كلامهم قليل وعلمهم غزير، والسلف والخلف علم عمل كلامهم كثير، الخلف كلامهم كثير وعلمهم قليل. فلنتنبه لهذا الأمر، هذا هو منهج السلف الذي لا نجاة لنا إلا بالسير عليه والصبر عليه بعد أن نعرفه ونتعلمه على الطريقة الصحيحة غير المزورة والملبسة. فيها أشياء تنسب إلى السلف وهي باطلة ليست من مذهب السلف، فلنحذر من هذا. هذه كلمات يسيرة في هذا الموضوع، ولا أستطيع الإحاطة به من كل جوانبه، ولكن الله جل وعلا يقول: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إن نفعت الذكرى
سيذكر من يخشى. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح الأعمال والأقوال، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والسير عليه والصبر على الأذى فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. جزا الله سماحة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان على ما تفضل بهذه الكلمات النيرات وهذه المحاضرة العظيمة. سماحة الشيخ، وردت أسئلة كثيرة جدا لا نستطيع أن نأتي عليها، ولكن نحاول أن نأتي بما نستطيع. أخت تقول: سماحة الشيخ، أنا أم مريضة، ابني قد خرج للجهاد. أخت، هذه أخت سائلة تقول: أنا أم مريضة، ابني خرج للجهاد ولست راضية عنه، وأدعو عليه وعلى من غرر بابني، فهل أنا آثمة لفعل ذلك وجزاك الله خيرا؟ لا تدعي عليه، ولكن ادعي الله جل وعلا أن يهديه وأن يرده سالما وأن يبصره بالطريق الصحيح. أما الدعاء عليه فلا يصلح الدعاء عليه، هو أخطأ بلا شك، ولكن عليك الدعاء له بالهداية والسلامة والصلاح. نعم. أحسن الله عليكم. من يقول أنه لا يطلق على شخص أنه من الخوارج إلا إذا وجدت فيه صفة التكفير فقط، هل هذا القول صحيح؟ مذهب الخوارج أنواع، منه ما يكون بالاعتقاد فقط ولو لم يتكلم، إذا اعتقد مذهب الخوارج وأنه صحيح فهو خارجي ولو لم يتكلم به، وكذلك يكون مذهب الخوارج بالكلام، كلام والحث على الخروج على ولاة الأمور والكلام في تكفير العصاة من المسلمين الذين سلموا من الشرك والكفر، يكفرهم بالمعاصي ولو لم يحمل السلاح، هذا من مذهب الخوارج، يسمى خارجي بمذهبه، وكذلك إذا حمل السلاح على المسلمين فهذا أشد. فالخروج أنواع. نعم. الفتوى لها جهات معروفة، يسألون أهل العلم وأهل الاستقامة ومصادر الفتوى الصحيحة، ما يعملون بكل فتوى أو بقول كل مفتي. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل من خالفنا في الله جل وعلا قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا أهل الذكر، هم كل يسأل وكل يفتي. نعم. يقول السائل: سماحة الشيخ، هل الجهاد فرض عين يلزم من في البلاد الإسلامية النفير للبلاد التي فيها حروب كسوريا وغيرها؟ الجهاد لا بد له من مقومات، لا بد أن يكون الجهاد بإذن ولي الأمر وترتيب ولي الأمر والدعوة إليه من ولي الأمر، قيادة ولي الأمر له أو إنابة من يقوده نيابة عن ولي الأمر، راية من ولي أمر المسلمين، لا بد من هذا، هذا هو الجهاد. أما الفوضى وكل يجاهد وكل يذهب هنا وهناك بدون التزام لأحكام الجهاد الصحيحة فهذا ليس جهاداً، هذه فوضى، وهذا يضر أكثر مما ينفع إن كان فيه نفع. نعم. يقول السائل: نريد من سماحتكم رعاكم الله أن تدعو لإخوانكم السلفيين في دماج في اليمن بالنصر على أعداء الله. نسأل الله أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان،
وأن ينصر المظلومين وأن يفرج هم المهمومين من المسلمين وكرب المكروبين، نسأله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يفرج كربتهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يخذل أعداء الإسلام والمسلمين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: البعض يقول إن السلفيين ما عندهم إلا التوحيد، لا يتكلمون في الجهاد ولا السياسة ولا يهتمون بأمور المسلمين ومشاكلهم في العالم، فكيف نرد عليهم؟ جزاك الله خيرا. لأن التوحيد هو الأصل، إذا صلح التوحيد والعقيدة صلحت بقية الأمور، أما إذا اختل التوحيد فليس في بقية الأمور فائدة، فالتوحيد هو الأصل وهو طريق النجاة، ولا يقتصر على تدريس التوحيد لكن يبدأ به ويهتم به، درس الفقه، درس السنة، درس كلام أهل العلم في سائر العلوم النافعة، ما قلنا أنه ما يدرس إلا التوحيد، هذا ما قال واحد. ولذلك تجدون مناهج المدارس فيها التوحيد، فيها الفقه، فيها الحديث، فيها حتى الجغرافيا والحساب ما في مانع. نعم. لكن يبدأ بالتوحيد ويهتم بالتوحيد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الناس يقولون بجواز الأخذ العلم عن الأشاعرة، فالعلماء كالنووي رحمه الله وابن حجر رحمه الله كان عندهم في العقيدة شيئا من عقيدة الأشاعرة، فما صحة هذا القول؟ يؤخذ العلم الصحيح ويترك الخطأ، تجنب الخطأ. العالم إذا كان عنده علم وإفاده ولكن عند بعض الأخطاء يؤخذ منه العلم النافع ويترك الخطأ. نعم. أحسن الله إليكم. هل من خالفنا في منهج السلف يعتبر من أهل البدع أم يخرج من مسمى أهل السنة، أم هو خلاف لا يخرجه من مسمى أهل السنة والجماعة؟ من خالف مذهب السلف ليس من أهل السنة والجماعة، من الخلف المختلفين الذين جاءوا من بعدهم، فلا يكون على مذهب السلف إلا من التزم بمذهب السلف وسار عليه، من خالفه فليس على منهج السلف، ويكون ضلاله بحسب مخالفته، الناس يتفاوتون في المخالفات. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. نحن في بلاد إفريقية، حاكمنا مسلم والدولة لا تطبق الشريعة، ونحن نرى البيعة والسمع والطاعة للحاكم، ويوجد من ينسب نفسه للسنة يعيبنا ويلمزنا بأهل البيعة وطائفة البيعة، فما نصيحتكم لنا؟ عليكم بارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، عليكم بارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، أو بلازم أن البلد يصير كله صافي ولا فيه أخطاء ولا يصير، لكن تؤخذ الأمور الطيبة وتجتنب الأمور غير الطيبة. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، نسمع كثيراً أن السلفية أقسام وأنواع، منها الجهادية والعلمية ومنها الأصولية، فما هو الصحيح وكيف؟ هذا خطأ، كل هذا خطأ. السلفية لا تتقسم، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في العقيدة، في المعاملة، في الأخلاق، في سائر أمور الدين، هذه هي السلفية. أما هذه الأسماء الأصولية وما أشبه ذلك، هذه تحتاج إلى نظر، ما كان منها موافقاً لمذهب السلف يؤخذ، وما كان مخالفاً لمذهب السلف يترك. نعم. مذهب السلف هو الميزان وهو المقياس. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، هل الرد على المخالف للسنة من أصول المنهج السلفي، حيث نلاحظ الطعن في علماء
في علماء الدعوة بسبب ردودهم على أهل البدع؟ الرد على أهل الباطل إذا كان من أهل العلم هذا طيب، الله جل وعلا رد على المشركين وعلى اليهود والنصارى والفرق الضالة، الرسول رد عليهم، العلماء ردوا على أهل الضلال، لا بد من هذا، ما يتبين الحق إلا برد الباطل، شيء ضروري، لكن ما كل يرد، ما يرد إلا أهل العلم الذين يعرفون كيف يردون ويضبطون الكلام. وأما المهاترات وأما الطعون والتي فشت بين الشباب وبين المنتسبين إلى العلم، هذا لا يصلح بين الناس، هذا تحريش وسباب ولا يجوز هذا، وليس هؤلاء من أهل العلم، أهل العلم ما يفعلون هذا، نعم يفعلون الإصلاح، يفعلون الإصلاح بين الناس والإصلاح بين العلماء والإصلاح بين طلبة العلم، يسعون بالإصلاح دائما، ما يزيدون الشر شرا ويفجرون الخلاف بين الناس ويقسمون الناس ويشتتونهم، هذا لا يجوز. نعم. سائل يقول: سماحة الشيخ، إذا خرج وقت الصلاة ولم أصلي بسبب شغل أشغلني دون أن أنتبه لوقتها، فما حكم ذلك؟ لابد من الصلاة، لكن إذا نسيتها أو نمت عنها فبادر بقضائها، بادر بقضائها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ولا تشتغل عن الصلاة، رأس مالك الصلاة، لا تشتغل عنها بأي شغل، أدها في وقتها ومع الجماعة، ولا تنشغل عنها أو تنساها أو تقول الوقت واسع أو ما أشبه ذلك، لا، لا تفتح على نفسك باب الكسل والتهاون وتكون من الذين قال الله فيهم: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما صحة ما نسب إلى الإمام النووي رحمه الله أنه قال: منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أحكم وأعلم؟ ما رأيت هالكلام عن النووي؟ أنا ما رأيته. وعلى كل حال هذا قاله كثير لكن ما هو صحيح، مذهب السلف هو الأسلم والأعلم والأحكم، كيف يكون أسلم وهو غير أحكم وغير أعلم؟ ما يكون السلامة إلا مع العلم، فمذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم. نعم. أحسن الله إليكم. هل من السلفية إقامة الأحزاب للوصول إلى الحكم؟ لا، ليس هذا من منهج الإسلام، الحكم يقوم على البيعة، يقوم على البيعة من أهل الحل، من العلماء ومن أهل الحل والعقد، والبقية تبع لهم، البقية بقية الرعية تبع لأهل العلم وأهل الحل والعقد. قال الله سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يلوكون بألسنتهم وفي المجالس وكل يقدم حلول، لا هذا ما يصلح، يرد، ولو ردوه إلى الرسول، والرد إلى الرسول في حياته هو الرد إليه عليه الصلاة والسلام، بعد وفاته الرد إلى سنته وإلى ورثة الرسول وهم العلماء، العلماء ورثة الأنبياء، يرد إليهم، يرد إليهم هذا الأمر، ويرد إلى العالمين بأمور السياسة وأمور الحكم، يرد إليهم، ما يرد إلى الفوضى وإلى الغوغاء وإلى، نعم، الأمور المهمة اللي تتعلق بالأمة، تتعلق بالأمة والمصير للجميع، يعلق بأهل الحل والعقد، إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. نعم، هذا في كل زمان ومكان. نعم. هذا سائل سماحة الشيخ يقول: أنا أعمل في معرض تجاري وأريد أن أعفي لحيتي، ولكن لا يوافق صاحب العمل، فما توجيهكم؟ اترك العمل وصاحب العمل، هذا
دور عملا غير هذا. نعم. هل صيام شهر الله المحرم من السنة؟ أغلب يعني أغلب الشهر من السنة. نعم، الكثار من الصيام في شهر محرم هذا من السنة. نعم. أحسن الله إليكم، هل صحيح ما ينسب إلى بعض أهل العلم أن ابتداء السلفية من عهد الإمام أحمد ثم شيخ الإسلام بن تيمية ثم الشيخ محمد بن الوهاب، فهذا تسلسل صحيح؟ هذا كذب. الإمام بن أحمد والإمام وشيخ الإسلام بن تيمية هم على منهج السلف، ما هم اللي أحدثوا منهج السلف، لكن اتبعوه ودعوا إليه وبينوه للناس، وإلا الذي وضع منهج السلف هو الله جل وعلا في كتابه والرسول في سنته. نعم. أحسن الله عليكم، هل من نصيحة لمن يريد أن يتبع منهج السلف الصالح وليس هذا السؤال؟ نعم. النصيحة أن يتعلم، اللي يريد أن يتبع منهج السلف الصالح يتعلم على أهل العلم، يدرس العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة، تعلم، ما يكفي الانتساب بدون معرفة لمنهج السلف. نعم. بعض الناس يستدل على موالاة الخوارج بالرواية المنسوبة لعلي رضي الله عنه: إخواننا بغوا علينا، فما توجيه سماحتكم؟ ليس هذا معناه الموالاة، معناه عدم تكفيرهم، عدم تكفيرهم. إخواننا بغوا علينا يعني أنهم بغاة وليسوا كفارا، هذا معنى كلام علي لو صح عنه رضي الله عنه. والخوارج فيهم خلاف، من فيه من يكفرهم وفيه من لا يكفرهم لكن يضللهم، أصحاب ضلال وانحراف لكن لا يكفرونهم. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، متى يقال أن هذا الشخص صاحب بدعة؟ وهل هنالك مبتدعة في هذا الزمان ومن له الحق في تبديعهم؟ يقال للشخص أنه صاحب بدعة إذا كان على خلاف السنة، إذا كان يعمل بخلاف السنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد. ولو لم يحدث البدعة وإنما عمل بها صير مبتدع. الذي يريد أن يكون أهل السنة يتعلم أول شيء ما هي السنة ويعمل بها، لا ما هي المسألة مجرد انتساب سني ولا يعرف السنة على مذهب السلف ولا يعرف مذهب السلف، لا، لا بد من معرفة هذا والسير عليه. والمبتدعة كثيرون في هذا الزمان، كثر المبتدعة الآن والفرق الضالة، وهذا مما يؤكد على المسلم تمسك بمنهج السلف بعد تعلمه ومعرفته لينجو من البدع والمحدثات. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، أنه قرأ في كتاب إرشاد الطالبين لفخر الدين الرازي قوله رحمه الله: أن من أخذ الفقه عن المبتدعة لا يضره لأنه لم يأخذ العقيدة عنهم لأنه أخذ الفقه. الحمد لله، لم يلجئنا الله إلى أخذ العلم عن المبتدعة وعن الضالين، فيه علماء والحمد لله على السنة وعلى الاستقامة نأخذ العلم عنهم، لم يحوجنا الله إلى هؤلاء. نعم. من يقول: أنا مسلم لا أنتمي إلى السلفية ولا إلى غيرها من الأحزاب، فما صحة قوله؟ الذي لا ينتمي إلى السلفية ليس على منهج السلف ولو قال أنا مسلم، هو على منهج مخالف لمنهج السلف، ويختلف في بعده وقربه من السلف أو مذهب السلف، فعليه أنه يترك المقالة هذه ويتعلم العلم النافع، تمسك بما عليه سلف هذه الأمة. نعم. بعض الناس أحسن الله إليكم لديه شبهة، يقول أنه يخالف الأنظمة والقوانين المنظمة لحياة الناس كالمرور وغيرها،
بزعم أنها ليست على الشرع وليس عليها دليل. يا أخي هناك أنظمة لمصلحة الناس، والله جل وعلا يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا وضع ولي الأمر نظاماً للمرور أو نظاماً لمصلحة الناس فيلزم العمل به والتمشي عليه. نعم. الله يقول ما عليه دليل، نقول عليه دليل. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنظام الذي جعله ولي الأمر وليس فيه معصية سيرنا عليه طاعة لولي الأمر. نعم. هذا السؤال من أحد الأخوة من سوريا، يقول ما نصيحتكم لنا في هذه الفتنة؟ نصيحتنا لجميع المسلمين وقت الفتن، أول شيء الابتعاد عن الفتن مهما أمكن، الابتعاد عن الفتن مهما أمكن. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة بن اليمان عن الفتن، لما سأله عن الفتن ماذا يعمل، فما تأمرني إذا أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. نعم. أحسن عليكم، هل عندما أعرف أن رجلا مبتدع متلبسا ببدعة الخروج على الحكام والخوض في الأحزاب، هل يجوز لي أن أطلب العلم على يديه؟ لا، أطلب العلم على المستقيمين المعتدلين، وهم كثير ولله الحمد، لن تعدم من تعلم عليه منهم. نعم. يقول السائل أحسن الله عليكم، من منهج السلف الصالح الرجوع إلى كبار العلماء، ونحن الآن نجد من بعض الكبار شدة فنخشى من سؤالهم والجلوس إليهم، فما واجبنا في هذا؟ لا بد أن تجلس على أهل العلم وكبار أهل العلم لتأخذ عنهم العلم، لا بد من هذا. ولا تنفر عنهم بهذا الكلام أنهم متشددون، وأن هذا من الشيطان وهذه وساوس الشياطين، اتركها. نعم، إذا أردت الحق الله يوفقك له وينفعك بما تأخذ عن العلماء، أما إذا أسأت الظن بهم وصفتهم بالتشدد وصفتهم فإنك تحرم من علمهم. نعم. أحسن الله عليكم، فئة لزمت منهج السلف الصالح في السمع والطاعة ولكنها تزهد الناس في كبار العلماء، بل ومنهم من يطعن في سلف الأمة كشيخ الإسلام، فما توجيهكم لهؤلاء وجزاك الله خيرا؟ العلماء من ولاة الأمور، أولو الأمر هم العلماء والأمراء، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولو الأمر هم العلماء والأمراء، أمراء المسلمين تلزم طاعتهم. نعم. يقول السائل، منهج السلف في العقيدة وأبوابها مفصلة، وفيه المنهج هو الذي يحتاج إلى توضيح ولا يفهمه كثير من الناس إلا إذا تمت مقارنته بمناهج الفرق الأخرى كالجماعات والأحزاب التي تسمى أو تنتسب إلى الإسلام، فما توجيه سماحتكم؟ لا، تعرف الحق أول شيء ثم تعرف ما يضاده من أجل أن تجتنبه، ما يكفي أنك تعرف الحق فقط، تعرف الحق أول شيء ثم تعرف ما يضاده، تعرف الحق من أجل أن تتمسك به ثم تعرف ما يضاده من أجل أن تجتنبه، وهذا موجود ولله الحمد في كتب العقائد، يذكرون منهج السلف ويذكرون منهج المعتزلة، منهج الخوارج، منهج الفرق الضالة، من أجل أن تجتنبها. نعم.
محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قبل ذلك ننبه أيها الأحبة إلى لقاء الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وكما ترون في الشاشات أنه عن تعظيم الدماء وفتنة التساهل فيها لصاحبي الفضيلة الدكتور محمد الفهيد والدكتور خالد الحامد. سمعت الشيخ. يقول السائل: هل من نصيحة لطلبة العلم في هذا الزمن للنجاة من أهل البدع وأهل الفتن الذين خدعوا كثيرا من الشباب ووقعوا في شباكهم؟ ننصح طلبة العلم أن يتعلموا على أهل العلم المعروفين به وبالاستقامة والعقيدة الصحيحة، يأخذوا العلم عن العلماء المعروفين بالعلم والمعروفين بالتقوى، هذا هو مصدر العلم الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هنالك بعض الدعاة يطعنون في كتب أئمة الدعوة في موضوع العذر بالجهل، ويقولون أن فيها اضطرار وتناقض وضعف علمي وعدم التدقيق، فما تعليق سماحتكم؟ نعم، يقولون من جهل شيئا عاده، هذول يجهلون كتب أئمة الدعوة ولم يدرسوها على أهل العلم، خالفت أهواءهم فطعنوا فيها لأنها تخالف أهواءهم ولجهلهم أيضا. الواجب عليهم أن يتركوا هذا الكلام وأن يتعلموا العلم على أهله، وكتب أئمة الدعوة ولله الحمد تسير على منهج السلف، خلاصة علمية طيبة، فلا يلتفت إلى هؤلاء المشككين فيها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يذكر عن نفسه، يقول: يقولون علينا أننا متخاذلون وسلبيين. يقول عن نفسه، يقول: يقولون عنا أننا متخاذلون وسلبيون لأن لا نشارك في الفتن التي تدور في بلاد المسلمين، ويتهموننا أننا من أنصار الحكام وأننا ندعو لهم، فما توجيهكم لنا؟ اتركوهم، توجيهنا لكم ألا تلتفتوا إلى كلامهم، سيروا على المنهج الصحيح ولا يضركم من خالفكم. الفرقة الناجية لا يضرها من خالفها، حتى ما دامت إنها متمسكة بالحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ولا يضرونكم إن شاء الله، ولا تزهدوا بما أنتم عليه من الحق من أجل لوم الناس. نعم، الناس سيلومونكم وسيتكلمون فيكم، لا تلتفتوا إلى هذا، ما دمتم على حق فلا تلتفتوا إلى هؤلاء. نعم. هل من مفهوم السلف الصالح، هل مفهوم السلف الصالح خاص بالصحابة رضي الله عنهم، أم هو من الصحابة ومن بعدهم من التابعين وأتباعهم ومن كان على منهجهم؟ الأصل أن السلف الصالح هم القرون المفضلة ومن جاء بعدهم واتبع سبيلهم، هؤلاء على منهج السلف الصالح. نعم. يقول السائل، هذه سائلة تقول: الجنين الذي لم يبلغ 3 أشهر وتضررت أمه من بقائه، هل لها أن في إسقاطه؟ لابد من تقرير طبي من أطباء معروفين يوقعون عليه ويقدم للجنة الدائمة للإفتاء ينظرون فيه إن شاء الله. نعم. يقول السائل: نسمع بعض الفرق المنحرفة ينبزون أهل السنة الذين يتمسكون بالمنهج السلفي بالجامية، نرجو منكم توضيح هذا والرد على هذا الاتهام أو هذا الكلام. هذا أجبنا عنه وقلنا: ما دمتم مقتنعين أنكم على حق وعلى بصيرة فلا تلتفتوا لمن يخالفكم ومن يذمكم ومن يلقبكم بالألقاب. لقب أهل السنة والجماعة بألقاب ولم تضرهم، إنما ضرت من اخترعها، لا تضر أهل الحق أبداً. نعم. يقول السائل: أحسن الله عليكم، هل كان السلف
يطلبون العلم على من تلبس بالبدع؟ ما يطلبون العلم على أهل البدع، يطلبون العلم على أهل السنة والاستقامة. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم، لكن البدع إذا صح أنها بدع، لكن الآن كثر من يبدع الناس ويرميهم بالبدع وهم ليسوا كذلك، لأنه ما يفهم ما هي البدعة، أو له هوى يريد أن ينفر، لا يلتفت إلى هؤلاء. نعم. يقول السائل هل يجوز أن ننقل كلام أهل العلم في المبتدعة؟ فالبعض يقول اطلب العلم ولا تنقل أقوال أهل العلم في المبتدعة والمخطئين، فإن هذا ليس لطلبة العلم المبتدئين. نعم، إذا عرفت العلم وعرفت منهج أهل الحق فانقله وادعو إليه وانشره وعلمه للناس، ولا وش فائدة التعلم؟ لكن ما دمت غير متمكن وأنت في أول الطريق عليك بالتثبت، عليك بالتثبت في هذا الأمر والتروي فيه، لا تستعجل. نعم. يقول السائل ما هي وسائل الثبات على المنهج الحق؟ كيف يتوب الإنسان توبة نصوحة؟ وسائل الثبات على الحق، أولاً معرفة الحق، معرفة الحق، وذلك بتعلم العلم النافع. ثانياً بالدعاء، أن يثبتك الله، أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم. ثالثاً بملازمة أهل الحق، ملازمة أهل الحق ومجالستهم ومصاحبتهم والبعد عن